بدءا من الساعة 10 من يوم 23 من يناير، تم تعليق خدمات النقل العام والمترو والعبارات وحافلات الركاب للمسافات الطويلة بشكل مؤقت. كما تم الطلب إلى المواطنين عدم مغادرة ووهان إلا لأسباب استثنائية. كما أغلقت جميع منافذ الخروج من ووهان من مطارات ومحطات قطار مؤقتا. منذ اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد على نحو متتابع في مدينة ووهان وغيرها من المدن في مقاطعة خوبي خلال الفترة الأخيرة، أولى الأمين العام شي جين بينغ أهمية كبيرة لتطورات الوضع، فعقد اجتماعات متعددة واستمع إلى عدة تقارير، فأصدر العديد من التعليمات المهمة، مطالبا اللجان الحزبية والحكومات على مختلف المستويات بوضع سلامة الشعب وصحة أبنائه في المقام الأول. بعد تفشي الوباء، بادر الجيش الصيني لتنفيذ توجيهات الرئيس شي جين بينغ بشكل قاطع، وتحت قيادة لجنة الحزب المركزية واللجنة العسكرية المركزية انطلق الجيش فور تلقيه الأوامر لتأدية المهام المنقلة إليه بسرعة خاطفة. بتوجيه من رئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جين بينغ، أرسل الجيش الصيني 1400 من العاملين الطبيين للقيام بمهام العلاج في مستشفى هوشان شان بمدينة ووهان ابتداء من 3 فبراير. وبتوجيهات من رئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جين بينغ، أوفد الجيش الصيني 2600 من العاملين الطبيين الإضافيين لدعم ووهان في مكافحة فيروس كورونا الجديد. حتى يوم 16 فبراير، أرسلت مختلف المناطق من أنحاء البلاد 251 طاقما طبيا، يبلغ العدد الإجمالي لأفرادها 28752 شخصا إلى خوبي، بينما أرسل الجيش الصيني دفعات متعددة من العاملين الطبيين لدعم ووهان في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد. حفزت تعليمات الأمين العام شي جين بينغ العاملين الطبيين في كل أنحاء البلاد، فتعهدوا بالاستجابة لإنداء الوطن وتحقيق الانتصار. أشار الأمين العام شي جين بينغ إلى ضرورة الالتزام بالتنسيق الموحد على مستوى البلاد للوقاية من الوباء ومكافحته، داعيا مختلف مناطق البلاد إلى إنتاج جميع أنواع الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل وإرسالها إلى خوبي. كما أكد شي جين بينغ على تضامن الحزب والجيش وأبناء الشعب الصيني مختلف قومياته مع أهالي ووهان ليكونوا سندا قويا لهم. ما تزال مقاطعة خوبي وخصوصا مدينة ووهان في صدارة أهم المناطق لاحتواء انتشار الوباء في البلاد. أشار شي جين بينغ إلى ضرورة كبح الوباء في المجتمعات الحضرية والريفية وإنقاذ جميع المصابين وعلاجهم والحد من انتشار وتسرب الفيروس وتعزيز إجراءات الوقاية والسيطرة في المناطق ذات الكفاءة الطبية الضعيفة ورفع معدل استقبال المرضى ومعدل الشفاء والتقليل من معدل الإصابة ومعدل الوفيات، وكذلك ضرورة ضمان توفير الإمدادات المختلفة في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي وبقية المستلزمات الأساسية لحياة الشعب الطبيعية. تضافرت جهود 3000 مجتمع محلي و 7000 مجمع سكني و 13800 وحدة سكنية في آن واحد، ليعمل ما يزيد عن 40000 من الكوادر وأعضاء الحزب والموظفين من السلطات الحكومية على مختلف المستويات والقطاع الخاص في الشوارع أو عند مداخل المباني، بينما يعمل المتطوعون ليلا نهارا تحت قيادة كوادر المجتمعات المحلية، فبات جميعهم حراسا لصحة المواطنين. A phenomenal collective action and cooperation by the people of China to this response. It's never easy to get the kind of passion, commitment, interest, and an individual sense of duty that it's our duty to help stop this virus. I will praise China again and again because its actions actually helped in reducing the spread of coronavirus to other countries. The commitment of the political leadership, starting from the number one, from the president himself. And I said it in my speech, the level of his knowledge is very, very amazing. أشار شي جين بينغ إلى أن خوبي ووهان هما من أهم أولويات الوقاية من الوباء ومكافحته، وهما المكانان الحاسمان للفوز في معركة ضد الوباء، فإذا انتصرت ووهان تنتصر خوبي، وإذا انتصرت خوبي ينتصر الوطن. أكد شي جين بينغ على أن ووهان مدينة الأبطال، وأن شعب مقاطعة خوبي وشعب مدينة ووهان هم أبطال حقيقيون،
وهم لم يتأخروا أمام الصعاب والمشقات في التاريخ قط، ولطالما تضامن جميع الرفاق بشجاعة في أوقات المحن، وهكذا سنحقق انتصارا تاما في معركة جبهة الوباء بالتأكيد.